الله 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 الله. مرحبا يا حلوين، اجيت سأدلنا اجيت. ايوه شو عرفك يا ام الورد؟ بركي ما اشتاقولي. متأكدة؟ ايه. طيب واثقة بجمهور ام الورد. يلا هلا الشباب، الشباب لانه وعدتهم اعمل لهم تحدي، مع انه انا ما طيق التحديات ولا فاضي اعمل تحديات، لذلك لانه عجبوني بهاي الحلقة ومثلوا منيح قلت ما بدي زعلهم واعمل تحدي من قريبه، يعني تحدي كتير كتير صغير وبسيط. مشي تمام؟ ركزي يا ام الورد، ركزي كل مرة هي ركزي. يلا تحدي كتير بسيط، ما يا ما لا بيخوف ولا من هالتحديات اللي بتنشاف على اليوتيوب. بدنا نبلش عادي. هلا في صحن، في ورق، وفي هدول المكونات: بندورة، فليفلة حدة، ليمون، باذنجاني، كولا، مي وملح الليمون، مي وسكر، بيضة نية، بطاطا نية، خيارة. شغلة بسيطة وسهلة كتير. هلا كل واحد بمد هو وحظه على الورق وبيختار ورقة. انا اكبر واحد. لا. انا بسألكم سؤال، اللي بيعرف يجاوب عليه ببلش. ركزوا معي يلا. انتوا حظكم اللي بيشرب او بياكل الشغلة بدون ما يتأفف او يكبه من تمه بيفوز، بينتقل للمرحلة الثانية. فهمتوا علي؟ واللي بيقول ما بحسن وكذا بيخسر وبيقعد بس عم يتفرج. تمام؟ تمام. ابو لطفي ليش خفت؟ خفت بالتحدي؟ يلا بنبلش. بلش. تمام. بلش. هلا بدي اسال السؤال هو، يا ويلكم للسؤال. السؤال هو اسم اول نبي من الانبياء؟ موسى. محمد عليهم الصلاة والسلام. غلط. مين بيعرف اول نبي من الانبياء انوجد بالكون؟ يوسف. هلو انا عرفت مين. ادم عليه الصلاة والسلام. صح. سيدنا آدم أبو البشر كله، هي احفظوها معلومة مهمة. سيدنا آدم أول رجل في الكون كله وأول نبي من الأنبياء. معناته أنت لأنك ما عرفت، معناته نبلش من عبد الرحيم أبو لطفي. مد إيدك يا أبو لطفي. شو؟ أي شو اسمه؟ ما رفعنا إيدنا. إيه لأنه ما عرفتي. ما في مشكلة يلا. عدي لا تشاغبي، طالك من جلسة ها. بعاقبك. يلا. مد ايدك يا عبد الرحيم. خربت الورق واسحب. يا كريم اسحب ورقه واعطيني اياها. هاي. طيب لا اعطيني الي، خلي ابو حق حاولني. شو شو ما بتبين على الكاميرا؟ عصير الليمون. عصير الليمون. ايه سهل ايش بك. قوم قوم. يلا يلا عود سيك يا ابو يزن. عصير الليمون هذا هو. استنى لدوقه. هذا هو ولي. هذا هو والله. طيب والله طيب يعني كله. ايه بقى وحده. اذا ما احسنت اوعك تنأذى بترجعه كله. مسمح لك على ثلاث دفعات ماشي، يعني مو انه دفعه وحده. يلا 5 4 3 2 يلا يلا. معك ثلاث ثواني، إذا ما بلشت بتخسر. واحد اثنين ثلاثة. شو بتقولوا له؟ ساعتين. شو بتقولوا له؟ ساعتين. ضل لك شفتين. اثنين ثلاثة. دابو شواربو. شو منقل له؟ ساعتين. واحد اثنين ثلاثة. اخر شفة. رب ديار سنتك شربة. برافو رب ديار سنتك. لا ما كف كف كبير لها ابو لطفي. شربوا مي نظامية مشان يروح لهي. جيبوا له مي نظامية. يلا روح. هلا كتير تحمض. هلا نعطيه كاست مي لابو لطفي مشان يغير طعم التمه. مي حلوة هي نظامية. شربها. هي شفقة مني هاي، لازم بالمسابقات. ايه دوا راحوا الشوارب. راحوا الشوارب. يلا يلا. هلا طبعا الميت الليمون نرد نرجع نعبيه مشان اذا طلعت بورقة لحدا تاني. لا انت خلص، انت خلص نفذت حاجتك، بس ممكن حدا تاني يشربها. ما
يلا كده انت. السؤال الثاني هلا ابو لطفي استثنيناه خلاص يعني لا بدي ارجع. لا هلا انت فزت، انت انتقلت للمرحله الثانيه يعني مروق. هلا اقعد روق وانبسط. السؤال بدي اسالكم سؤال، كم فصل من فصول السنه، كم فصل بالسنه مشان اوضح، كم فصل بالسنه؟ لا تغششون يعني بدي سهل عليكم، في فصل الربيع وفصل الخريف. يلا كم فصل؟ فصل الربيع. عدهم كم واحد؟ خمسة. مين حفظان الفصول؟ عبد الرحيم. أنا حفظان. قولون قول. أربعة. برافو عليك. شو هن؟ الفصل الخريف. إنه الخريف والشتاء والربيع والصيف. معقول ما عرفتوا؟ أنا ما فهمت عليك أنت عاد تحكي شو وصل يعني. أنا عرفت. طيب سؤال، عددوا لي أشهر أربع شخصيات كرتونية، مين بيعرف بسرعة؟ تعشوكا. وحيد. تعشوكا. مين تعشوكا؟ تعشوكا هاي. هاي وحدة. سلاحف النينجا. هاي تنتين. كمان مين؟ شو اسمه؟ ماي. يلا كمل كمل، معك عشر ثواني. ذكرى كل هالافلام كرتون بالدنيا عم تتذكر لسه؟ ايه ما في شيء. سبايدر مان. هاي ثلاثة. إيه؟ ضل لك واحد. شو تذكره؟ اكيد دولة مسوي. كيف سهل؟ اخذوني هذا الاخضر، هذا بيعمل هيك ترب الاخضر. شو ما بعرف. يلا معك خمس ثواني. واحد، بامكانكم تساعدوا. اثنين، هذا اخضر بيكون، هذا ثلاثة، أربعة. إيه هات اللي شو الأخطار. يلا أوه. برافو خلاص ماشي. يلا وحيد مد إيدك على الهي واختار. يلا وحيد خد ورقة حلوة. وحيد ناولني إياها. ناولني إياها أنا بفتحها. تفضل. أنا فوت على واحد طلع شيء من وصفه. يا ما يكون وايد. شو؟ إن شاء الله ما يطلع له. لا. شو؟ لا. شو؟ ما بقبل أنا ما بقبل. كولا. كاسة كولا. يا حظه حلو. شوف كان صار له وحيد، صار له نص عم يقول لي مش فيه على الكول على مواسم، عم بقول له استنى. يلا ما اسمح لك على ثلاث مراحل. وحيد واحد كمان. يلا واحد كمان. هاي اثنين. ريح ريح، اعطيني شفه. يلا لا كمل كمل. كيف شفه لي؟ والله اشتهيت على الكولا. واحد يلا. لا معلش ما اسمح له هو، لانه يلا ثالث شفه. يلا برافو كيف طلعت. كش يا برا ابو يزن لو سمحت تممها، لانه بجوز تطلع ورقه ثانيه فيها كولا ميت ليمون. يلا هلا السؤال ليزن وعائشه واسراء. بتخسر اخينا بحكي. ماشي ركزوا معي. انا واحد تحدي. عددوا لي ثلاث انواع من الفواكه. مين؟ انا اسراء. اسراء كراز توت تفاح. برافو صحيح. مدي ايديك هادي. هلا دورك بيجي، لا تخافي. رجع هاي لمحلها لانه اخذت الاولى. حظ الاولى رجع. ركزوا هلا شوف الخطوره. الله الله على الحظ. ربك كبير. لا 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 ابشع. رجع رجع. كاسه مي وملح. نفس عبد الرحيم بالضبط. عاد يلا مد ايدك يا اسراء على ثلاث دفعات. شجعوها. يلا لما بتشرب شو بنقول لها؟ صحة 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 على قلبي. خربيت قلبك. يا شفة واحدة صف اولى. ما في ما ملحة. ما ملحة ما ملحت لك. ملحة بس هي قادرة قوية. هي ما لا بمشي معها لا مي ولا ملح ولا سكر. برافو. يلا يلا عدوا يلا رجعوا. يعني آخر واحد ما بيصورها. طبعا سؤال عدوا شوي. سؤال قول والله ما بنكذب. قول والله ما بنكذب. والله ما بنكذب. في دينك يا عبد الرحيم اللي شربته شو؟ والله عظيم ملح. ملح وملح الليمون. لا إيه. وانت يا اسراء ملح الليمون. سؤال دور يا زن. يلا مد ايدك. انا ما بصير. ايه صح. هات. يا رب يا رب. اترك من ايدك السكين. يا رب يا رب. يا رب يا رب. يا رب فليفلي. شو فليفلي؟ شو فليفلي؟
طلع شو كاتب نسينا. ما احلاها. جيبها. اكل شاي. كاسة شاي. شاي. لا كاسة شاي. هو وحيد نفذوا الحظن. انا عمدا ها والله طلع له شاي. ما بعرف اذا بين على الكاميرا ما بظن مبينه. يلا شيلي يا يزن. شيل كاسة شاي. بدك تشرب هي دفعة واحدة لانه ما محرزة. خمسة اربعة. لا مو خمسة اربعة. واحد اثنين ثلاثة. بابا يا حياتي. شو منقول له؟ يا صحة. شرب الحشيش. برافو. مع الحشيش. شرب. يلا. ما حدا رجع. راحوا الشوارب ولا؟ راحوا الشوارب. يلا. يلا. عايشة صغيرة عايشة. هلا ضل دور عائشة. انت وحظك ما في مغاوزة انه وقف جنبك لانك صغيرة. ماشي؟ لا. اسحبي ورقة يا عائشة. اسحبي ورقة. ما في خيارة. انت وحظك. هاتي ورقة. يلا خشخشي خرطيون شبيك وابو شو. استني هيك خلاص ما بدون ما تخربت. ما في مشكلة. انا خربت وكلات. انا بخيارة. يا حزركون. شو يا الله على حظك. قرأ يا ابو يزن. قرأ. والله حبت بنا دورة. حبت بنا دورة. حظه حلو. حظه حلو. امسكي. بدك تاكليه على ثلاث دفعات. بتخسري اذا هيك. لا أطالة بالسكين. استنى لا لا رح نقطع لك. نسهل عليكي. أطالة ثلاث قطع عشان تاكليها. البقايا كبون هيك صغيرة عشان تحسن انها صغيرة. لا بدي اكل عندي. هاي قطعة. هاي اثنين. طلع ثلاثة حاج. هذا ما اسمه غش. عشان تحسن تفوت التمة. ما تحسن خلاص حاج. هاي اي انت قطعة. يلا استني. خمس عدي. خمسة اربعة ثلاثة اثنين. وهي قطعناها لعائشة بالهي. غوزنا شوي يعني شلنا الوسخ والقشر. صغرت الحبة. يلا خديها. بدك تلاكليهم على ثلاث دفعات بس. عشان تاخذيها بتقدر. ايوه بس هذا بتخسري والله. واحد اثنين ثلاثة. شجعوها. صحتين. الله صحتين. صحتين. يلا واحد اثنين ثلاثة. الثانية. يلا الثانية. الثانية. شجعوها. ضل لك ثلاث ثواني. واحد اثنين ثلاثة. كلية لا حاج قول صحتين. يلا يلا برافو. صفقونا. كملي كملي ما بصير بلعية. يلا شو من شو من إلا لعائشة. برافو. مين خسر معنا؟ ما حدا. ما حدا صح؟ صح. طيب هلا بدنا نعمل هلا مو الكل بيشارك. هلا عن جد بس اللي بيعرف السؤال. هلا رح اسالكم سؤال بجدول الضرب. اللي بيعرف يرفع ايده فورا. خمسة ضرب سبعة. عبد الرحيم. عبد الرحيم. متأكد؟ متأكد. برافو عليك. يلا اسحب ورقة. متأكد. هات انا افتحها انت. افتحها انا. وتفرجي الكاميرا بإراوة. كانت باطلة محولة. شو؟ والله شو والله يا رب. لك مثل أبو عزب. رجعي رجعي لمحلك. هات رجعي لمحلك. هات هات لهون. هات لهون. ما فهمت. يا حبة بندورة. آه مرة حظ. معلش قبل شرب مية ملح. يلا أطالوا هي أبو يزن. على فكرة هذا التحدي كتير بسيط وسهل. أنا جبت شغلات موجودة بالبراد بسرعة لأنه فاجأتوني فيه وزعلتوا بدكم تحدي وكذا. بس التحدي الثاني بدنا نشتري شغلات كتير مهمة وصعبة. ممكن خليك تاكل قالب جاتو كامل. ما في ما دخلني لك. المهم تاكل علبة سومر كاملة. يلا عدوا له. واحد اثنين ثلاثة. شجعوه. صحتين وهنا. اشبك لمع درسك. كول على الطرف الثاني. في لحمه. شو لحمه؟ ما دخلني. واحد اثنين ثلاثه. حط الثانيه كده من هون. الرحيم من هون. عجل راح التوقيت. بيعرفوا بيعرفوا التوقيت. شو من قله؟ صح هيا ما شجعوه. هالصحه وهلا كم مره. واحد اثنين ثلاثة. كلها ما بيصير. كلها كلها كلها. خسر خسر خسر.
يلا بلعه بلعه. شو منقول له؟ بدي أدلك للخمسة، إذا ما انبلعت خسرت. واحد، اثنين، هدوا أنتو. ثلاثة، لا بدنا نرحمه شوي خطاي. ما بس خلصت. ثلاثة، أربعة، خلصت. بدي فرجيني، افتح تمك لا تدخل زوم، افتح. برافو صفقوا له. برافو يلا، كسب عبد الرحيم. فورا بدك تجاوبوا، سبعة زائد ستة، بسرعة. سبعة. 13. برافو يزن يزن. لا سبعك يلا مد مد ايدك. 13. كولا حلو نفس. يلا ايه، واحد اثنين ثلاثة. هاي دفعة، ما صار دفعة كلها، على ثلاث دفعات معلش. عدي عدي عادي، بإمكانك تريح على ثلاث دفعات، ما بجبرك دفعة واحدة. حط قدام شوف. يلا هلا بنشوف كلها. واحد اثنين بيضة بيضة. ثلاثة، شو بنقول له؟ صحة يا ماما. لهلا ما عرفت تقولوا صحتين بصوت واحد. يا عدمي برافو صفقوا له. مات أبو الورد. يلا أقولك يلا هلأ مين ضل سؤال؟